أيها الإخوة الأحرار، بما يملك من قوة مادية وعسكرية وسياسية يتلقى اليوم في الجزائر وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين، يتلقى اليوم ضربات مميتة في الجبال، في السهول، في المدن والقرى والعواصم، ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت أن تمنع الشعب الجزائري أن يواصل زحفه المقدس. مبروك عليك أيها الشعب العربي الحر في الجزائر العربية الحرة، أيها المواطنون الأحرار في الجزائر العربية الحرة السيدة. غدا يوم الثلاثاء 3 جويلية يعلن مبدئيا عن النتائج النهائية للاستفتاء التاريخي الذي يجسم استقلالنا ويبرز دولتنا الفتية الصاعدة، هذه الدولة التي نهبها منا العدو 132 سنة، هذه الدولة التي كافح من أجلها عبد القادر والمقراني وأبو عمامة، هذه الدولة التي ضحينا من أجلها 45,000 من أبناء وبنات شعبنا، هذه الدولة التي ضحينا من أجلها في ظرف 7 سنوات ونصف، ضحينا بما يزيد عن 1,000,000 شهيد من خيرة أبناء وبنات شعبنا العظيم. وإن يوم 5 جويلية 62 سيكون يوم السيادة، يوم الاستقلال العملي، يوم مولد الدولة الجزائرية العربية السيدة. وبالتالي فإن يوم 5 جويلية 62 سيكون الستار الذي سيسدل على تاريخ 132 سنة من عمر شعبنا الطويل في الذل والاستعباد والاستغلال والإقطاعية، ليفتح عن منظر جديد في الحرية والسيادة والازدهار والتقدم والرخاء. إن يوم 5 جويلية سيكون يوم الأمير عبد القادر، يوم مقراني، يوم بوعمامة. وإن يوم 5 جويلية سيكون يوم شهداء 8 ماي 45 وشهداء ثورة 1 نوفمبر 54. إن يوم 5 جويلية سيكون يوم مولد الجزائر الجديدة، الجزائر الحرة السيدة. إن يوم 5 جويلية سيكون يوم الجزائر عضو الأمم المتحدة. إن يوم 5 جويلية سيكون يوم الدولة الجزائرية الفتية الصاعدة. فالنصر لنا، وعاش شعب الجزائر العظيم الخالد، عاش شعب الجزائر حرا سيدا قويا موحدا زاحفا إلى الأمام لتحقيق أهداف ثورته الوطنية، وعاش جيش التحرير البطل العظيم، وعاشت الجزائر العربية الحرة، ورحم الله شهداءنا، رحم الله شهداءنا، رحم الله شهداءنا، والله أكبر، والويل للاستعمار.